عسكري قال المباراة بدون جمهور والجميع متفق على ذلك والنادي الأهلي وافق على ذلك. فيش أي مشكلة. مشكلة في تأمين الفريق الأثيوبي فريق البن وتأمين طاقم التحكيم حتى المغادرة من القاهرة. يعني من ساعة ما يجوا سواء نادي البن أو سواء طاقم التحكيم حتى المغادرة من القاهرة قد ما يروحوا المطار. الاتحاد الأفريقي عايز تطمينات عشان يطمن بها الناس اللي جاية. طاقم التحكيم أعلن إنه جاي يوم الجمعة. سليم الجديدي حكم التونسي اللي هيحكم المباراة ومعاه الطاقم المساعد بتاعه. نادي البن عايز تطمينات بخصوص الناحية الأمنية لغاية ما يغادر القاهرة وده هذا حقه. الأمن لغاية دلوقتي مش مدي هذه التطمينات، لغاية دلوقتي ما بعتش للنادي الأهلي حاجة، بالتالي النادي الأهلي ما بعتش لاتحاد الكورة، وبالتالي اتحاد الكورة ما بعتش للاتحاد الأفريقي حاجة. أنا مش عارف ليه الأزمة اللي بدون لازمة دي. يعني المباراة بدون جمهور وإن شاء الله مش وارد لا قدر إنه يحصل حاجة، يعني المباراة بدون جمهور وجوه الكلية الحربية والعملية ما فيهاش أي مشكلة، يعني مش شايف إن هي فيها أزمة كبيرة يعني أو فيها أزمة أصلا. يعني مش عارف ليه الأمن واخد كده. هل الأمن عنده يعني معلومات إن في حاجة هتحصل؟ لو في كده يطلع يقول. يعني لو الأمن عنده معلومات إن في حاجة هتحصل، عنده معلومات بتقول إن في ناس هتعمل حاجة معينة، يطلع يقول لنا عشان نعرف. لكن الصمت التام وعدم التجاوب مع الحدث، والحدث كبير يا جماعة، الحدث مش سهل. النادي الاهلي هيلعب في دوري ابطال افريقيا، ولو ما بعتش هذا الجواب هيحصل مشكله كبيره، هيحصل ايقاف للنادي الاهلي ويخرج النادي الاهلي من بطوله افريقيا. قصه كبيره. طب ليه ما احنا في غنى عن ده كله، وبالذات ان بعد ما اقترحنا عده اقتراحات وكان هناك اقتراح منهم لاقى استحسان عند المجلس العسكري ان جنود القوات المسلحه هي اللي تشجع النادي الاهلي، وقلنا مجموعه من قضام المشجعين في النادي الاهلي يروحوا ولاقى استحسان هذا الكلام، ما فيش اي مشكله. قدام المشجعين اللي كانوا هم المسؤولين عن مدرجات النادي الأهلي في التشجيع قبل ما يظهر شباب الألترس والكلام ده كله، واقترحنا أسماء بعينها، وبالتالي مش عارف. أنا مش عارف الموضوع يعني، الموضوع الساعة بقت 5 والموضوع بيتأزم أكتر. فأتمنى من القيادات الأمنية عندنا، ما هو حاجة من الاتنين، يا إما الأمن عنده معلومات بتقول ان في حاجه هتحصل فبالتالي هو رافض الكلام ده، ويا ريت يطلع مسؤول من الامن او من مديريه امن القاهره يطلع يقول يا جماعه احنا عندنا 1 2 3 4، او اذا هي حاجه تانية وانا ما توقعش ان الامن ممكن يعملها يعني، او لا، او الامن يكون هذا عقاب للنادي الاهلي على ان في مجموعه من الضباط اتقدموا للمحاكمه في احداث بورسعيد. انا مش عارف اقول لكم ايه تاني، ما هو مفيش حاجه تاني، ما هو يا كده. هل دي بقى قرصه ودن للاهلي والجمهور؟ ما انا مش عارف، انا مش قادر اقول او لا عشان ما اظلمش حد، ولكن هي حاجه من الاثنين. حته ان الامن رافض الرفض التام ده، يبقى معنى كده حاجه من الاثنين، يا عنده معلومات بتقول حاجه هتحصل، يا اما دي قرصه ودن للنادي الاهلي عشان اللي حصل في مجموعه الضباط مدير امن بورسعيد والمساعدين بتوعه اللي تقدموا للمحاكمه. بس ما لهاش حاجه. حد بقى يقول لي في حل ثالث، انا ما اعتقدش ان في حل ثالث. فنتمنى ان شاء الله ان خلال عايز اقول ايه الساعات القادمه ان احنا نجد حل لهذه الازمه، للازمه بدون لازمه. انا شايف انها ازمه دون اي لازمه، ما لهاش اي معنى. طب ما الامن قدر يامن الزمالك، قصدي فريق في ماتشين الزمالك افريكا سبورت اللي فات، فريق افريكا سبورت جه ولعب الماتش زي الفل ودون جمهور. كانت عشان دي عقوبه لنادي الزمالك من قبل الاتحاد الافريقي، لكن الامن امن المباراه واتلعبت في الكليه الحربيه وبدون جمهور، والفرق مشيت زي الفل ومفيش اي مشاكل. قبليها يانج افريكانز التنزاني مع نادي الزمالك، طب ايه المشكله؟ ام بي ما فيش، قلته ما فيش مشكله هنأمن. طب يعني هو الاهلي البق السوداء ولا ايه؟ ما انا مش فاهم. انا برضو يعني الحاجات دي كلها علامات استفهام تخليك تقف تستغرب قدام هذا التعنت. بس يعني لكن انا مش قادر اقول حاجه تانية عشان مش عايز اظلم حد. بس زي ما قلت لكم هي حاجه من اتنين. فاتمنى ان الامن يعني يشوف لنا حل. وانا شايف بقول لكم حل في ايه؟ الموضوع ابسط مما نتخيل، يعني ابسط مما نتخيل. انا مش شايف ان في مشكله. لو كانت حصلت في مشكله في مباريتين الزمالك كنا نقول طب ما المباريتين كانوا بدون جمهور وحصل كذا وكذا وكذا، لكن الحمد لله رب العالمين ما حصلش اي حاجه خالص، ونادي الزمالك لعب الماتشين مفيش اي مشكله. طب وام بي امبارح كان معانا رئيس نادي ام بي في البرنامج هنا على التليفون وقال لنا ما عندناش اي مشكله وهنلعب، والامن قال لنا تمام وكل شيء زي الفل
وهنلعب في استاد جهاز الرياضه ومفيش اي مشكله. طب في ايه؟ انا مش فاهم في ايه؟ ايه ايه القصه بقى؟ مش عارف. عندنا النهارده يعني هذا الموضوع ده مهم جدا وعايزين نعرف برضو حاجات معينه فيه وحاجات القانونيه فيه. طبعا عندنا موضوعات اخرى خاصه بالتحكيم وما يحدث في التحكيم المصري الان من تضارب ومن مشاكل ومن حاجات غريبه جدا برضو ما شفناهاش قبل كده. وبرضو ده كله هيرجع ان ما فيش كبير يدير العمليه. فيش كبير يدير العملية، في عشوائية وفي هرجلة وفي تخبط، فبالتالي الأمور زي ما انتوا شايفين. بعد كده في الآخر بيقول لك إيه؟ إحنا هنلعب كأس مصر. كأس مصر منين؟ إذا كان الحكام نفسهم عندهم مشاكل واقعين في بعض وقصة كبيرة جدا، هتلعب إزاي؟ مش عارف، لكن لازم نعرف ونحط إيدينا على هذه المشاكل وأبرزها التحكيم وما يحدث في التحكيم المصري في هذه الفترة. من زي ما بقول لكم التحكيم بيحصل ايه؟ برضو بيحصل نفس ازمة اتحاد الكورة، ان مفيش يعني مفيش هيبة في لجنة الحكام، فبالتالي يرضع هذه الهيبة ترضع الحكام، تخوف الحكم. لا، في هرج ومرج وفي بطولات ماتشات خماسية بتتلعب في مراكز شباب والحكام بيروحوا يحكموها، وفي حكام ما بتاخدش